يمكن أن يكون العمل خالصا لله رب العالمين وقد خالطه الرياء وداخلته السمعة، ولا يمكن أن يكون العمل صالحا وقد مازجته البدعة. ومن أجل أن يكون العمل على قانون الاتباع ينبغي أن تتوفر فيه 6 شروط، وهي أن يكون خالصا في سببه وجنسه وزمانه ومكانه وكمه وكيفه، فلا بد أن يكون في جنسه مشروعا، فلا يتعبد عبد بالرهبانية ويقول إني أتقرب بها إلى الله، فجنس العمل لا بد أن يكون مشروعا، ولا بد أن يكون مما شرعه الله رب العالمين على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو أن إنسانا أراد أن يضحي بفرس نقول له ابتدعت وما أحسنت ولا يجزئ عنك، والجنس الذي حدده الله رب العالمين هو بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم من المعز والضأن على حسب السن والخلو من العيوب التي لا تجزئ الأضحية إذا ما تلبست بها أو بأحدها، فلا بد أن يأتيه بالجنس الذي شرعه الله رب العالمين. فإذا تجاوز ما شرع الله رب العالمين إلى غير ما شرعه الله فقد ابتدع في دين الله رب العالمين وعمله مردود عليه، لأنه لم يحقق فيه شرط الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا بد أن يكون السبب الدافع للعمل الشرعي مشروعا في أصله، مشروعا في فصله، وأن يكون مشروعا في جنسه وكمه وكيفه وزمانه ومكانه. فإذا اختل واحد من هذه 6 لا يكون العبد الذي يأتي بالعمل متبعا لرسول الله، بل يكون متبعا لهواه ويكون مبتدعا في دين الله. فلو أن إنسانا دعاه شيطانه إلى أن يتعبد لله رب العالمين في مناسبة يقول هذه مناسبة فاضلة، سأصوم يوم التحرير، سأقوم ليلة عيد النصر، أو يقول في ليلة 27 من شهر رجب سوف أقوم وأذكر وأتلو وأركع وأسجد، هذا سبب غير شرعي. فلا بد أن يكون السبب مشروعا كما الجنس سواء بسواء، فيكون مشروعا في جنسه، مشروعا في سببه، مشروعا في كمه. فلو صلى الظهر 6 ركعات لم يصح، ولو صلى الظهر 1 ركعة لم تصح، وكذلك في سائر الأعمال التي نص فيها على المقدار لا يجوز أن يقع المرء دونه ولا أن يتجاوزه بحال، وكذلك ما يتعلق بالكيف، فلو قدم في الصلاة السجود على الركوع أو أتى بالتشهد قائما وأتى بالفاتحة في موطن التشهد، إذا ما أخل بأمثال هذه المسائل كما وكيف كان مبتدعا لا متبعا. وكذلك إذا لم يراعي الزمان فذهب إلى عرفات في اليوم 8 فوقف بعرفات قبل الزحام، فهذا كما ترى قد أخل، وإن أخل بشرط المكان أخل بشرط الزمان. وكذلك إذا ما وقف بالمزدلفة في اليوم 9 في يوم عرفة أو وقف خارج حدود عرفات فخالف في المكان وخالف في الزمان، فإنه حينئذ يكون مبتدعا لا متبعا. فمن أجل أن تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي عليك حينئذ أن تراعي هذه الشروط، وهي الجنس والسبب والكم والكيف والزمان والمكان. وفقك الله إلى ما يحبه ويرضاه.